بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 211. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام القضاء في الإسلام امتداداً لحديثنا السابق في هذا الموضوع، ويختص الحديث هنا ببيان الطرق التي يتوصل بها القاضي إلى الحكم بين الخصمين وبيان صفة الحكم. فإذا حضر إلى القاضي خصمان أجلسه ما بين يديه وقال: أيكم المدعي؟ أو انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام، فإذا ادعى استمع دعواه، فإن جاءت على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة الموجهة إليه، فإن أقر بها حكم عليه للمدعي بهذه الدعوة، وإن أنكر المدعى عليه هذه الدعوة قال القاضي للمدعي: إن كانت لك بينة فأحضرها. لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعواه ليحكم له بها، فإن أحضر بينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها، ولا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يفضي إلى تهمته. قال العلامة ابن القيم: لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل. ويقول: حكمت بعلمي. قال: وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف. ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة. قال: ولكن يجوز له، أي القاضي، الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفاضة لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره، انتهى. وإن قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لما روى مسلم وأبو داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال الإمام ابن القيم: وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته انتهى. فإذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه حلفه القاضي وخلى سبيله، لأن الأصل براءة ذمته، لكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعي، وأن تكون بعد أمر الحاكم له بطلب المدعي تحليفا، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا تستوفى إلا بطلبه. فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضي عليه بالنكول، فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعي، فقدمت على أصل براءة الذمة. والقضاء بالنكول هو مذهب جماعة من أهل العلم، قد قضى به عثمان رضي الله عنه، وقال جماعة من أهل العلم: ترد اليمين على المدعي، ولا سيما إذا قوي جانبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته،
وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيرهم. وقال كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره. وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ، واختاره الشيخ. وقال أبو عبيد رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذه كحكومة عثمان بن عفان. قال ابن القيم وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين. وقال إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فإذا لم يحلف قضي عليه، وأما إذا كان المدعي هو المنفرد رد عليه، فإذا لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه، فهذا التحقيق أحسن ما قيل في النكول ورد اليمين انتهى. وإذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق ثم أحضر المدعي بينة بعد ذلك، فإن كان قد سبق منه نفيها بأن قال ما لي بينة فإنها لا تسمع بعد ذلك، لأنه مكذب لها بقوله ما لي بينة، وإن لم يكن نفاها سمعت وحكم بها القاضي، ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق، لأن الدعوى لا تبطل بالاستحلاف، ويمين المنكر إنما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق. وكذا لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها فإنها تسمع ويحكم بها، لأنه ليس بمكذب لها، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله لنواصل الحديث معكم فيما تبقى من هذه الأحكام. نسأل الله لنا ولكم الفقه في دينه والتمسك بكتابه وسنة رسوله، ففيهما العصمة والنجاة من كل شر عاجل أو آجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.